صباح الجدع. قولي يا جبلات قبل ما تنسي، باين من تكشيرتك سواق تاكسي. كان وجودها في أي عمل فني نوع من البهجة. بسبب خفة دمها نجحت في أدوار العانس والزوجة النكدية والخطبة والست الشعبية، ومثلت في السينما والإذاعة والمسرح، وكان جوزها فنان شهير. تعالوا نتعرف على أشهر راغية في السينما المصرية، الفنانة جمالات زايد. الفنانة الراحلة جمالات زايد من مواليد يوم 16 فبراير سنة 1919 في حي السيدة زينب بالقاهرة، وهي أخت الفنانة أمال زايد اللي اشتهرت في ثلاثية نجيب محفوظ بزوجة السيد وخالة الفنانة معالي زايد. بدأت جمالات زايد حياتها في الإذاعة وشاركت في مجموعة من الأفلام الكوميدية بجانب الفنان إسماعيل ياسين، واتجوزت من الممثل محمد الديب. بدأت مشوارها السينمائي سنة 1945 في فيلم كازينو اللطافة مع المطرب الشعبي محمد عبد المطلب والفنانة سامية جمال، وبعدها فيلم كانت ملاكا سنة 1947 مع الفنانة ماري كويني وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان يحيى شاهين. اشتغلت مع جوزها الفنان محمد الديب في مسرح نجيب الريحاني، وبعدها مسرح الفنان اسماعيل ياسين. وبلغ إجمالي عدد الأعمال الفنية اللي شاركت فيها جمالات زايد أكتر من 80 عمل سينمائي وإذاعي، ومن بين أدوارها الشهيرة دورها في فيلم السر طاقية الإخفة مع الفنان عبد المنعم إبراهيم، ودورها في فيلم إسماعيل ياسين في الطيران اللي عملت فيه دويتو مع الفنان رياض الأصابجي وجسدت فيه شخصية الزوجة المتسلطة. اشتهرت جمالات زايد في الإذاعة بدور أم بندق في فرقة ساعة لقلبك الشهيرة، وهي الفنانة الوحيدة اللي شاركت في أطول مسلسل إذاعي عرفته الإذاعة المصرية، واللي فضل يتذاع أكتر من نصف قرن. وكمان اشتهرت في دور أم علي في المسلسل الإذاعي عيلة مرزوق أفندي. اشتهرت جمالات زايد بشخصية الست الحشرية واللتاتة والرغاية بالنمط الشعبي، فكانت أغلب أدوارها بتدور حوالين الشخصية دي، لكن استطاعت إنها تمزج بين خفة دمها وكوميديا محببة لجمهور. كان آخر أعمال الفنانة جمالات زايد دور أم سحلول في مسلسل عودة الروح سنة 1977، وحاولت جمالات زايد اللي اشتهرت بقدرتها على أداء الزغاريت لأطول فترة ممكنة. في أواخر أيامها احترفت الغنى، لكنها رحلت في يوم 12 سبتمبر سنة 1980 بعد سنة واحدة من رحيل جوزها الفنان محمد الديب اللي رحل في سنة 1979.